والله طرح الترازو المرسل الزوارات ماهيش متعودة بالامبيونس هذه الاكسبيريونس فهمتني، معناتها انا بيدي جواراتي ما عقلتهمش فهمتني، معناتها ما عقلتهمش. جيت تشوف مثلا في الليسات اللي خسرناها، خسرنا 3-0 اشترى السيات نحن ديفو ديريكت، معناتها سهلي فهمتني، ضغط والجو هذا والسوبر كوب نحن دورنا باش نعلمهم فهمتني. والاسبيرونس وحاضرين ماتشوات متوا من هنا القدام، هذوما الماتشوات اللي ماهوش باش يحضر روحه ينجم يخسر سكور هكاك عادي. الامبيونس بتاع الصاله والجمهور بتاع الترجي قلق الملاعبين بتاع مرسى. شوف انا لعبت في الاسبيرونس 18 سنه وجاوا لعبوا معايا جوارات من برا، نسالهم شنو؟ قل لي كي نجي نلعب لهنا نشوف السته جوارات نشوف حتى الببليك جوارات معاه فهمتني، عندها قيمه كبيره برشا الترجي، جمهورها عنده قيمه كبيره برشا، الامبيونس بتاعها وهنا والصاله لهنا فهمتني عندها تاثير كبير برشا. طارق بأي إحساس يذر لي اليوم الكوتش بتاع المرسى قدام جمهور كبير دز في فترة ما طارق العوني وفي صالة يعرفها مليح طارق العوني؟ لا بالنسبة لي أنا عادي، معناتها أنا واحد من الناس تنس، معناتها عندي بالنسبة لي أنا ما عندي حتى مشكل فهمتني، أما ثم تأثير كبير على الجوارات، ثم تأثير كبير على الجوارات. ماتش جاي ماتش مهم برشا، يحاول مرسى للتدارك يبقى يحاول يبقى قريب حتى في النقاط، على الاقل نقولوا احنا ترجي بعد شويه على البقيه انه فما الهدف نتاعك الدوري هو المركز الثاني. لا انا تو كيف الانترفيو اللي قبله كل شيء، كل ماتش وماتش الماتش هذا فسخ على الماتش الجاي فهمتني، حضروه ان شاء الله مربوح. يعطيك الصحه.